انت خير الناس عندي، انت عندي شي كبير. كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير؟ انت غير الناس عندي، انت عندي شي كبير. كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير؟ وانا احبك واقولها لك كل ما خليها في بالي. وانا ماني اي عاشق، انا لما عاشق اغير، والله لما عاشق اغير. ترى 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 كنت نسيت وش داري جنحان عمر عمرك سمعت الطير والحب سجان شافك انت نسيت وش داري جنحان انا تراني طارق اللي يحبك موت لو حب قلبي غير بدعي عليه يموت بدعي انه يا عمري طير ما تشد عين السماء ولا يريد يطير في قربك انت انسى انه يا عمري طير ما تشد عين السماء ولا يريد يطير ترلرت ترلا ترلرت تتا ترلرت ترلا ترلرت تتا ترلرت شمة من الإمارات. إيش الإحساس؟ تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب نبدأ بمين؟ مين كذا يعني نقدر مين بيحب يبدأ؟ نبدأ بالعميد. أنا بعتقدي شما كانت موفقة الليلة شكلاً وغناءاً، وأنا بعتقدي نحن بحاجة لصوت نسائي خليجي مثل صوت تبع شما، وأنا بكل يعني جوارحي بوافق أنه أنت تطلعي معنا على النهائيات. ناصر، توافق الرأي؟ طبعا انا اثني على كلام اخوي علي، واقول اليوم شمة بطلتها قدمت اغنيه حس جميل، ومثل ما قال اخوي علي انه شمة حيكون لها ايضا تواجد في الساحه الخليجيه اذا استمرت على المحافظه على نفسها، لانها عندها صوت وعندها حس، وان شاء الله انا بتامل انها تكون توصل للنهاية إن شاء الله. إن شاء الله. ونسمع رأي نجوى. شما أنا من الأول حبيتك، من الأول. عندك رصانة على المسرح، عندك ثقب اللي أنت عم تعمليه. حبيت إنه مش قادرة تقشعي حدا وما بدك تقشعي حدا، وأنت واثقة من إنك بتلقطي جيتار كبنت بتعزفي وبتغني. حبيت، بس عندي نصيحة صغيرة إلك ولو إنه مش بوقتها وأنت صرتي بالنصف نهائيات، عملي معروف افتحي تمك أنت عم بتغني. سؤال إليك نجوى، حسيتي بفرق بالنصف؟